احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد النبي إيليا الذي عاش وترعرع في بلادنا المقدسة، حيث أقيم بهذه المناسبة قداس إلهي بمنطقة تلمار الياس بمحافظة عجلون. ترأس الصلاة سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع كبير من المؤمنين. وفي كلمة ألقاها سيادته قال فيها: إننا نعمل جاهدين لإنجاز ترميم هذا المكان المقدس ليتم لاحقا بناء دير وكنيسة. وأضاف قائلا: إننا نجتمع اليوم في هذا الموقع الأثري تكريما وتخليدا لهذا المكان الذي شهد بداية حياة النبي إيليا، لافتا إلى أن الأردن يسخر بالمواقع الأثرية التي لها مكانة دينية وتاريخية كبيرة. وأضاف: إننا نرفع الصلوات إلى الله من أجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الأردن ويحفظه من كل شر ومكروه وأن يمنح السلام لكل العالم. القداس الإلهي اللي أقيم اليوم بهذا المكان المقدس، هذا المكان اللي أبائنا وأجدادنا عاشوا فيه، أمهاتنا القديسات وأبائنا القديسين عاشوا فيه تكراما للنبي إيليا، لأنه المكان اللي نحن فيه هو موطن نبي إيليا. من هون كان النبي إيليا، هون ربي مار الياس، هون كبر وهون تهيأ حتى بغيرته اللي كان فيها، هاي الغيرة اللي كانت تفيض من قلبه حب لله، حب للحقيقة، حب للإله الحقيقي. عشان هيك الله أرسله في القرن الثامن قبل الميلاد. شوفوا نحن موجودين 2800 سنة وأكثر في المكان. أبنائي، هذا الإيمان اللي بعطينا إياه النبي إيليا، إيماننا في الله، ثقتنا في الله، لازم اليوم هون من ديره من مار الياس اللي منصلي ومنطلب من ربنا إنه هذا المكان المقدس يترمم وهون نبني دير. أنا حبيت اليوم نرفع القداس الإلهي حتى ربنا يعيننا إنه يكون هون نبني المزار، مزار مال الياس مع الدير اللي رح نعمله هون بعد ما يكون ترميم الأثار اللي عمالنا شغالين مع الوزارة، وزارة السياحة والأثار، وكمان مع جهات من دولة اليونان، حتى نقدر إنه ننجز هذا العمل الكبير لبلدنا الحبيب الأردن ونحن لمقدساتنا المسيحية في هاي البلاد المقدسة. ويكون عندنا رهبان في هذا المكان مع دير وكنيسة لمار الياس. إن شاء الله في السنوات القادمة ربنا بأهلنا إنه قداديسنا الآتية تكون بهاي الكنيسة وبهذه الدير. هاي هي ثقتنا في ربنا.